السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف، والذي نبدأه بحدث اليوم ونتحدث فيه عن التطورات الأخيرة في السودان في ظل استئناف المعارضة السودانية المفاوضات مع المجلس العسكري اليوم. إذن استأنفت المعارضة السودانية اليوم الاثنين المفاوضات مع المجلس العسكري، وذلك غداة إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان عن نقل موقفها التفاوضي إلى المجلس العسكري، مشددة على ضرورة الانتهاء من مناقشة القضايا الخلافية خلال 72 ساعة. وأوضحت قوى إعلان الحرية والتغيير في البيان أن الموقف يتطلب الالتزام بعدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة السياسية والاحتقان والضغط الاقتصادي والخدمي، وهو الأمر الذي يدعونا للدخول الفوري في التفاوض المباشر والذي سيبدأ اجتماعاته اليوم الاثنين. وشددت على أن الأهداف أو على أن أهداف الاجتماع تتلخص في الإسراع بنقل السلطة للمدنيين من قوى الثورة المتمثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير. ودعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين في كل أحياء العاصمة والمناطق المجاورة إلى الخروج في مواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام دفاعا عن الاعتصام. في المقابل نفى المجلس العسكري الانتقالي ما تردد عن وجود محاولات لفض الاعتصام الشعبي بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. إذن مشاهدينا الكرام، قبل أن نخوض في غمار هذا الموضوع دعونا نتابع هذا التقرير والذي أعده الزميل أحمد نور حول أبرز التطورات الحاصلة في السودان. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود للمناقشة من جديد. المتحدث باسم حركة الاحتجاج في السودان أعلن أن المحادثات بين الجيش والمحتجين بشأن الانتقال السياسي ستستأنف اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن تحالف الحرية والتغيير رصد نقاط الاختلاف واقترح التوصل إلى حلها خلال 72 ساعة اعتبارا من لحظة بدء المحادثات. وقال تحالف الحرية والتغيير في بيان له إنه نقل موقفه التفاوضي للمجلس العسكري، مشددا على أن الموقف في البلاد يتطلب الالتزام بعدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة. وأوضح البيان أن التحالف نقل موقفه المعلن للمجلس العسكري بالتركيز على أن المنهج القديم في التفاوض مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لتطلعاتها سريعا. وأضاف البيان أن الموقف يتطلب الالتزام بعدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة السياسية والاحتقان والضغط الاقتصادي والخدمي. ويعتصم آلاف المتظاهرين منذ أسابيع أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم، مطالبين المجلس العسكري الذي تسلم الحكم في البلاد منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 من أبريل بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية. إذن مشاهدينا الكرام، للتعليق حول هذا الموضوع وللمزيد أكثر من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السوداني السيد خالد العيسر. أهلا ومرحبا بك معنا سيد خالد. بداية، يعني المعارضة السودانية استأنفت المفاوضات مع المجلس العسكري اليوم، بماذا ستخرج اجتماعات اليوم برأيك وما هو المتوقع لهذه المفاوضات؟ الخلاف الأساسي يكمن في مجلس السيادة ونسبة المشاركة من كل طرف. بقية المحاور ربما هناك توافق حول، خاصة فيما يلي الحكومة الانتقالية بالتحديد الوزراء ومجلس الوزراء، ولكن الخلاف الأساسي يكمن في نسبة المشاركة في مجلس السيادة. والمعارضة السودانية نفسها لديها بعض التحفظات على مواقف المجلس العسكري، كما أن المجلس العسكري لديه تحفظات حول نسبة المشاركة ومن سينشال، وبالتالي هي مفارقة إلى حوار مباشر ليس فقط بين المجلس العسكري وهو إعلان الحرية والتغيير، وإنما بعض القوى السياسية المعارضة أيضا لا بد أن توجد في هذه القارب التفاوضية. نعم، ثم يمكن أن يصل الناس إلى توافق.
نعم سيد خالد، يعني قوى إعلان الحرية والتغيير أيضا شددت على أن على ضرورة الانتهاء من هذه المناقشات أو من هذه المفاوضات خصوصا في القضايا الخلافية خلال 72 ساعة. هل برأيك هذه المدة كافية للتوصل لحل يعني بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير؟ المدة ينظر لها من وجهة نظر قوى إعلان الحرية والتغيير باعتبار أنها كافية لأنهم لديهم أجندات واضحة وهي تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وهذا الأمر من الزاوية قوى إعلان الحرية والتغيير ربما هو أمر سهل، ولكن من زاوية أخرى ربما يصعب جدا تحقيقه في خلال 72 ساعة. بالتأكيد هناك العديد من الملاحظات في المشهد السوداني التي ربما يعني تتيح للمجلس العسكري أو تهيئ للمجلس العسكري الفرصة للطعن في هذه الفترة الزمنية. الواقع السوداني الآن متشدد، لا أعتقد أن 72 ساعة تكفي للخروج بالخروج إلى حل توافقي بين الطرفين، ونعلم أن خصوصية المشهد الآن أن الاقتصاد السوداني حالة متردية، الملفات السياسية جميعا معطلة، إذا بنية التفاوض ربما تستهلك أسابيع وليس فقط 72 ساعة. طيب سيد خالد، هذه الأجندة التي حددتها قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليم فوري السلطة للمدنيين، هل هناك يعني حسب رأيك بوادر بتسليم المجلس العسكري لهذه الأجندة؟ لا أعتقد المجلس العسكري سيسلم كل أسف قوى المدنية السلطة، وهو استند ذلك إلى بعض الحجج والتي يعني سبب إلى قوة سياسية معارضة أيضا هي غير موجودة في المشهد السياسي الآن. الاجتماع الذي تم في قاعة الصداقة في الخرطوم والذي شهد التشابك في الأيدي والكراسي هو واحد من ملامح هذا الصراع الذي يجري. هذه القوة التي بردت في المشهد في هذا اللقاء لا تمت لعقوة على الحرية والتغيير بصلة، ولكنها قوة سياسية معارضة ترى في أن الأمر أيضا يعني هم، وبالتالي أيضا تطالب بوجود في معادلة التوافق التي ربما يطالب فيها المشهد أو المجلس العسكري. الواقع أن المجلس العسكري هيئ المشهد وفق نظريته هو للمخارجة السياسية. نعم. لذلك لا أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد انفراجة سياسية. كنا تفاءلنا بالأمس بأن المشهد تبدو عليه حالة التفاهم، ولكن للأسف هذا التمترس في المواقف عاد بالناس إلى المربع الأول، وأعتقد أن المشهد الثاني الآن لا يعني تكهن في مدى انفراج الأزمة من عدمها. يعني هذه المسألة أصبحت في علم الغيب عن الحكومة. نعم سيد خالد، يعني أيضا الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي قال أن جلسة اليوم جلسة المفاوضات ستجري في أجواء من التفاؤل بين الطرفين طبعا حول ترتيبات هذه المرحلة الانتقالية المقبلة. برأيك يعني هذا التصريح وعندما يقول في أجواء متفائلة نوعا ما، هل هنا المقصود يعني من الممكن أن يرضخ هذا المجلس العسكري ويتنازل ويرضخ لتطلبات الشعب السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير؟ هذه روح الاتفاق دفعتنا للتصريح بذلك قبل، ولكن كما سلفت نفس هذه الروح ربما في تقدير الشخص بحكم المعطيات الموجودة على الأرض والتراشق الذي تم بالأمس بين بعض القوى العسكرية وبعض المعتصمين في ميادين حتى خارج دائرة ميدان القيادة العامة وفي الكباري وفي الطرقات العامة، الاضرابات التي تشهد بعض القطاعات كما هو حال الكهرباء، يعني هناك العديد من الملفات التي لا تدخل التفاوض بكل. المشهد السوداني فيه بعض التعاسير والهوايج الأمنية أيضا ربما تدفع المجلس العسكري للتمسك بالسلطة، هناك حالة انفراط لعقد الأمن، الشرطة لا تمارس دورها الفعلي في السودان الآن، حتى البلاغات التي تفتح كثيرين لآخر يجري التحفظ عليها إلى حين قيام حكومة مدنية انتقالية أو حكومة التوافق يتم حولها التوافق، هذا هو تصريح الشرطة، وبالتالي المشهد لا يدعو للتفاؤل بل بالعكس يدعو إلى الخوف والحزن. المؤكد أن القوة جميعا السياسية والحكومة الممثلة في المجلس العسكري يجب عليها أن تغلب الحكمة وصوت العقل وتقييم التنازلات. لا يبتل في المشهد أي مشهد أو أي صورة لملك انفراجة للأزمة. نعم. هو المطلب الأساسي للشارع السوداني. لا السيناريو المصري أن يتكرر في الخرطوم، ولكن كل الشواهد تشير إلى التمترس في المواقف ربما ينتهي بالناس
إلى حالة من التصادم والدماء، وهذا ما لا نتمناه. طيب سيد خالد، يعني هناك مصدر في الجبهة الوطنية للتغيير يقول هذا المصدر بأن قوى أعلان الحرية والتغيير تعتبر جبهة إقصائية بسبب رفضها للشراكة مع باقي القوى المعارضة في السودان، وهذا ما جعل المجلس العسكري يكسب كل جلسات المفاوضات. كيف ترى هذا الموضوع؟ أنا لا أدري من هو المصدر، ولكن هذا الحس أو هذا الانطباع بدأ يتسيد المشهد، ليس فقط داخل القوى السياسية المعزولة دعني أقول، والحركات المسلحة التي لم تشارك أو تشعر بشيء من عدم الانتماء للنقاش الذي يجري في الخرطوم، ولكن بكل أسف حتى الشارع السوداني بدأ يعني في شكل من الأشكال يتململ من هذا النوع من التفاوض في التفاوض. وبالتالي أنا لا أقول بأنه إعلان الحرية والتغيير إقصائية، ولا أستطيع أن أصف بذلك، ولكن هو إعلان الحرية والتغيير لديها بعض التحفظات حول بعض القوى السياسية التي شاركت نظام البشير في السلطة، وربما تكون محقة في ذلك، ولكن هي غير محقة في إقصاء لبعض الحركات المسلحة التي قاومت وناظرت ضد هذا النظام منذ أكثر من 30 عام. عبد العزيز الحلو لا يوجد في المعادلة السياسية، هذا يمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، وهي حركة ضخمة وعسكريا مؤهلة لكي تكون في طاولة التفاوض. عبد الواحد محمد دور أيضا يشعر بعزلة، هذه بحكم التصريحات التي صدرت في بيانات عن هذه التنظيمات. حتى حركة العدل والمساواة الجديدة صرحت بأنها غير موجودة في المشهد التفاوضي. هناك إحساس بالمرارة داخل القوى المعارضة، ومن هنا ندعو تجمع المهنيين وهو يعني الحرية والتغيير للنظر بعين وطنية واسعة لتدارك الأخطاء الماضية حتى يصل الناس إلى توافق. لا نريد لأي طرف أن يصرح هذا التصريح الذي وصلكم، ولكن بكل أسف هذا النوع من التصريحات هو الأساس لهذا الانسداد في الأفق السوداني. نعم سيد خالد، ما صحة الأنباء التي يعني تتردد عن وجود محاولات لفض الاعتصام الشعبي بالقوة من جانب القوات المسلحة؟ يعني طبعا المجلس العسكري نفى هذا التصرف. نفى هذا التصرف، ولكنه أكد بالحسم. إذا هو النفي يعني عطفا على أو الحسم عطفا على النفي، هذا أمر ربما يدعو للريبة. هم بكل تأكيد الواقع السوداني الآن يعني ربما ينحدر الاتجاهات غير مطلوبة، ولكن هناك درجات محددة من الانفلات دعني أقول ومن التمترس إذا وصلت فيها الناس إلى طريق مسدود. بكل أسف ربما يفكر المجلس العسكري في فض الاعتصام بالقوة، وهذا ما لا نتمناه بل نحذر منه، ولكن على القوة السياسية جميعا والمجلس العسكري أن يقدموا تنازلات في سياق لملمت شمس السودان ولملمت كل الجناحات إلى صيغة توافقية. ولكن بكل أسف دعني أقول الذي يحدث الآن هو تمترس في المواقف، الذي يحدث الآن هو تكالب على كراسي السلطة، يبعث على مخاطبة جذور الأزمة السودانية، وشاهد أن هناك قوة سياسية معارضة كما ذكرتم هي تشعر بشيء من الإقصاء، وهذا الشعور ربما ينتهي بالناس لحالة التصادم التي لا يتمناها أي إنسان عاقل. نعم أيضا سيد خالد، يعني اليوم وسائل الإعلام تحدثت أن قوات من الدعم السريع والشرطة أزالت المتاريس والحواجز التي أقامها المحتجون وفرقوا مظاهرة شمال الخرطوم. نعم هناك معلومات عن احتكاكات وقعت بين الشرطة وقوات الدعم السريع مع بعض المعتصمين أو المتظاهرين، وهذا يعود بالناس إلى المربع الأول مربع التظاهر، وهذا ما لا نتمناه أيضا. ولكن طبعا نفس الذي يقيم على المشهد السوداني الآن هو تغليب الهم الوطني وتغليب المصلحة الوطنية على مصالح الأفراد وعلى مصالح المؤسسات، حالة من التعنت الكبير الذي تمارسه كل القوى السياسية والمجلس العسكري أيضا. بكل تأكيد المجلس العسكري لا يجب أن يعني يتضخم، بمعنى أنه هو يعني جاء إلى السلطة بفعل الحراك الثوري الشعبي، ولا يجب أن يكون هو يعني حالة بديلة للنظام البشير والمؤسسات الأمنية القمعية. وبالتالي أيضا من المطلوب من المجلس العسكري أن يقدم التنازل في سبيل الوصول إلى حلول، لكن فكرة أن فض التظاهرات بالقوة هو نفس النهج الذي استخدمه البشير. هذا الأمر ربما ينتهي بالمجلس العسكري إلى مصير الرئيس البشير ومن سبقه من أنظمة ديكتاتورية حكمت في السودان. وصلت الفكرة، شكرا لك جزيل الشكر الناشط السوداني السيد خالد العيسر، شكرا لك على هذه المشاركة معنا.
إذن مشاهدينا الكرام، أيضا للتعليق حول هذا الموضوع وللمزيد أكثر من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي السوداني الدكتور محمد ضوينة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور محمد. يعني بداية، قوى أعلان الحرية والتغيير شددت في على مطلبها، ألا وهو أن أهداف المفاوضات بين المعارضة والمجلس العسكري هو تسليم كل السلطة إلى مجلس انتقالي أو إلى نقل السلطة إلى مدنيين، إلى السلطة المدنية. ما هي صيغة هذه المفاوضات أو المقترحة من قبل المعارضة السودانية؟ مرحبا بك أخي. هذا مطلب الشعب السوداني قبل أن يكون مطلب قوة التغيير. نعم. كل الآن الشعب أصبح موجود مصغرا في ميدان القيادة العامة، يمثلون كل الطوائف والتنظيمات والجمعيات، مطلبهم واحد هو أن تتحول الحكومة العسكرية إلى حكومة مدنية، لكن مع شراكة مع العسكر. يعني لا يوجد إقصاء للعسكر من الساحة السياسية، وإنما يكون العسكر موجودون في المجلس السيادي، لكن يكون هنالك مجلس وزراء مدني كليا. نعم. ومجلس تشريعي مدني كليا، مؤسسات كلها تكون مدنية، وبالتالي يتم الانتقال السلس المطلوب حتى تتهيأ الدولة إلى نظام ديمقراطي كامل. وبالتالي هنا يأتي التنازع بين الأطراف في من يكون هؤلاء الذين يمثلون القيادة المدنية، ومن وكيف يكون هذا التنظيم وهذا الترتيب، ومن يشارك. هنا يكون الاختلاف والتفاصيل. والآن نتوقع هنالك بادرة خير كبيرة جدا ظهرت في أمس واليوم، بأن يتوصل طرفا الحوار إلى نقطة اتفاق بينهما، المجلس العسكري قوة التغيير. هنالك مستجدات جديدة في الساحة السودانية، وهما يعني عاملان أساسيان أحدثا تغيرا وانفراجا في التواصل بين كل الأطراف السياسية في السودان. أول هذه العوامل هو الشعب السوداني بدأ يتململ من هذا التطويل، شهر كامل تفاوض بين مجلس عسكري وقوة تغيير وقوة سياسية أخرى، اجتماعات تنعقد وتنفط، والبلد تعيش حالة غلاء في المعيشة، عدم الاستقرار، عدم الأمن. فتململ الشعب السوداني وأرسل رسائل واضحة لكل الأطراف، لقوة تغيير وللمجلس العسكري. لكنه مواصل يعني في الاعتصام. طبعا هو الاعتصام لا يؤثر في مسيرة الدولة ولا يضر المجلس العسكري بشيء. نعم. وإنما هنالك أيضا عامل آخر جعلت الأطراف كلها تتسرع في حل هذه المشكلة، وهو دخول طرف جديد للمعادلة وهي الحركة الشعبية السودانية. نعم. أرسلوا وفد حسن النوايا، وهذا سيغير كثير من محاور النقاش والتشكيلات. طيب. المتوقعة. نعم دكتور محمد، يعني كنا نتحدث قبل قليل عن الأنباء الذي تتحدث عن هناك محاولة من قبل القوات المسلحة لفض الاعتصام الشعبي بالقوة. طبعا المجلس العسكري نفى هذا الموضوع، لكن يعني بحسب رؤيتك يعني دكتور محمد، يعني هل هنا المجلس العسكري يحاول الضغط يعني على قوى أعلان الحرية والتغيير في يوم المفاوضات على من خلال ورقة الضغط على المعتصمين؟ أنا أقول المجلس العسكري هو يصد الامتدادات للاعتصام. أخي هنالك اعتصام في حدوده الجغرافية التي يعني يتطلب أن لا يتأثر في حركة القطار وحركة السيارات والجسور. هذا الاعتصام في ميدان القيادة العامة مكان تقدير، ولا أحد يفكر في فضه، ولا مجلس عسكري ولا غير ذلك، لأن أصلا لا يؤثر في مسيرة الدولة. هم تجمع سلمي يطالب بمطالب مشروعة وهي حكومة مدنية، ومعاملتهم معاملة راقية جدا، أسلوبهم سلوكهم حضاري، هناك تفتيش في الدخول والمخارج، لا يمكن الدخول بأسلحة أو بأي أسلوب من الأساليب، هنالك تعامل راقي داخل المدينة. لكن تمت امتدادات لخارج المحيط المحدد للاعتصام، وهذا يؤدي إلى فوضى، ويؤدي إلى تعطيل حركة المواطنين وتعطيل مصالح الشعب السوداني. نعم. ويغلق طرق مهمة وأساسية، وهذا يجب للمجلس العسكري أن يتعامل بحسب مع هذه الامتدادات الجديدة للاعتصام. لكن المكان الجغرافي المحدد لا أظن هنالك أي نهاية لفضه، لأنه لا يضر أبدا، ولو بقي سنة كاملة لا يضر الدولة في شيء.
نعم دكتور محمد، يعني أيضا في تطور لافت أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير جدولا لتصعيد الاحتجاجات تمهيدا طبعا للعصيان المدني، كيف ترى هذه الخطوة في ظل بدء أو استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري؟ والله هذا معركة من غير معترك، لأن الآن المجلس العسكري وافق على التفاوض وستبدأ جلسات التفاوض، وأنا متوقع يعني الأسبوع القادم بالكثير يكون تم إعلان تشكيلة الحكومة من رئيس وزراء ومن غير ذلك، فأي تصعيد يكون لا معنى له إلا يكون كرت ضغط. الشيء الثاني، إذا أقبل قوة التغيير على الاعتصام على العصيان المدني هذه تكون مخاطرة كبيرة جدا لقوة التغيير. مخاطرة لماذا؟ لأنه هناك احتمال أن يتنفذ هذا العصيان واحتمال أن لا يتنفذ. احتمالية عدم تنفذ هذا العصيان المدني بنسبة كبيرة جدا، لأن العاملين في الخدمة المدنية الآن هم أمام تحديات كبيرة أو مهددون بالفصل. يعني حتى المعتصمون يقولون هنالك دولة عميقة وظائف دنيا موجودة تسيطر على الوزارات، موظفون في قيادات عليا، هؤلاء مهددون بالفصل، فبالتالي غالبا لا ينفذون أي اعتصام. وإذا فشل الاعتصام المدني هذا يعني فشل قوة التغيير، هذا يعني أن سيعطي نقاط أعلى للمجلس العسكري، يكون تراجع في شعبية قوة التغيير، ويمكن أن يؤدي إلى إضعافها وإذهابها وإلى إحلال بدائل أخرى في مكانها. فلا أظن قوة التغيير تقدم على هذه الخطوة لأن فيها مخاطرة كبيرة جدا، واحتمالية عدم نجاح العصيان المدني احتمال كبير جدا جدا في ظل تصارع الصراعات الدينية والصراعات الإقصائية وبعض الشعارات التي بدأت بها قوة التغيير. هذا يعني غير في كثير من المعادلة وفي كثير من تقييم الشعب السوداني أو موظفي الخدمة المدنية، تقييمهم لقوة التغيير يعتريه كثير من الشكوك. نعم. وبعض الإجراءات، فلا نتوقع نجاح هذه الخطوة. يعني البعض دكتور محمد يقول أن قوى إعلان الحرية والتغيير تلوح بهذا العصيان، وأيضا تجمع المهنيين السودانيين يدعو كل السودانيين في العاصمة الخرطوم لاعتصام كبير ومظاهرات كبيرة، يعني لربما اعتبروها البعض ورقة ضغط كبيرة على المجلس العسكري خصوصا في خضم هذه استئناف المفاوضات. طبعا يعني في أي تفاوض بين طرفين هنالك ضغوط كبيرة جدا، كروت ضغط. المجلس العسكري عنده كرت ضغط كبير جدا الآن بدأ يلوح به، وهو كرت الانتخابات، كرت ثاني كرت حل الأحزاب، يعني كروت كثيرة جدا يمتلكها المجلس العسكري بدأ يلوح بها. بالمقابل قوة التغيير لها كروت تريد أن تلوح بها، وهي امتدادات للاعتصام، قفل بعض الطرق والجسور، إعلان مسيان مدني، الإضراب عن العمل، قفل الطرق المؤدية إلى مؤسسات الدولة، العمل في الولايات، توسيع العمل في الولايات، لكن هذا كله أظنها يعني تقتصر في الكلام والتصريحات، لا تتجاوز إلى التنفيذ، لأنه إذا دخلت مرحلة التنفيذ، وأنا قلت لك الشعب السوداني بدأ يتململ الآن من هذا الوضع، لأنه تضايق في معيشه، تضايق في حياته، في تحركه، وبالتالي أي توسع وامتداد لهذا الاعتصام مزيد من الضغط، مزيد من الاحتقان للشعب السوداني، وممكن نتوقع الشعب يتحرك بعمل مضاد لهذا العمل، وبالتالي نخسر الكثير من الأشياء. فالشعب الآن لا يتحمل هذا الضغط أكثر من هذا أبدا، ووضعه الاجتماعي ووضعه الاقتصادي لا يتحمل أكثر من هذا. نعم. والمجلس العسكري أيضا نفسه الآن طويل، ولكن لا ندري، يعني ربما لا يتحمل أكثر من هذا، وممكن يؤدي إلى انفجار تحتاج لحظة، لا سيما هناك استقطابات حادة جدا وصراعات حادة جدا داخلية وخفية وظاهرة وباطنة. فهذه كلها أنا لا أتوقع أي تصعيد بعد هذا، بل نتوقع البداية التدريجية لحل هذه المشكلات، وهنالك تدخلات كبيرة جدا عالمية وداخلية لإثناء الطرفين من عدم الاستمرار في هذه المماطلة والإسراع في معالجة المشكلة السوداني وتجاوز هذه المرحلة بسلام. طيب دكتور محمد، يعني برأيك ما هي أبرز النقاط أو أبرز التحديات التي قد تحول يعني دون نجاح هذه المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير؟ أولا إذا كان حدثت بعض الفوضى الأمنية التي يعني نرى بداياتها الآن،
نعم. هذه الفوضى الأمنية ربما تؤثر تأثيرا سلبيا على الوضع. كذلك تعنت قوى التغيير في إقصاء إصرارها على إقصاء الآخرين، ورغم أنها بدأت تتراجع رويدا من هذا الأمر، وكذلك إصرارها على أغلبية في المجلس العسكري، علما بأننا نحن نعلم كسودانيين أن المجلس العسكري لا يقبل إلا بأغلبية في المجلس السيادي، وتنازل عن المجلس التنفيذي والتشريعي ولكن لا يقبل إلا بأغلبية في المجلس السيادي لدواعي أمنية ولأسباب تتعلق بالجيش، وجود الجيش السوداني في اليمن ولعلاقات دولية وأشياء كثيرة جدا. الجيش لا يفرض في مجلس السيادة أبدا، وبالتالي إذا أصر قوى التغيير على أن لا بد أن يكون أغلبية في المجلس السيادي هذا يؤدي إلى تعقيد المسألة. أيضا إذا حاولت قوى التغيير أن تحدد رئيس مجلس وزراء، نحن نتوقع أن يتولى المجلس العسكري هو تعيين رجل مستقل لهذه الوظيفة، فإذا جاء من أي حزب آخر ربما لا تقبل به الأحزاب الأخرى، لأن أي حزب يرشح رئيس وزراء يكون المقود في يده والريموت في يد القوة التي اختارت رئيس الوزراء وإن كان مستقلا. هذه أشياء نقاط خلاف نتوقعها. نعم، وصلت الفكرة، شكرا لك جزيل الشكر المحلل السياسي السوداني السيد الدكتور محمد ضوينة، شكرا لك على هذه المشاركة معنا. إذن مشاهدينا الكرام، يعني استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى أعلان الحرية والتغيير اليوم في ظل أنباء تتحدث عن محاولة لفض الاعتصام الشعبي بالقوة من قبل القوات المسلحة وفرقة من قوات الدعم السريع. طبعا أجندة القوى أعلان الحرية والتغيير واضحة، وهي تسليم السلطة كاملة للمدنيين، ولكن يعني في انتظار موافقة المجلس العسكري وما ستؤول إليه هذه المفاوضات في بدايتها. طبعا قوى أعلان الحرية والتغيير أعطت مهلة للمفاوضات في 72 ساعة، لكن ضيفنا خالد العيسر والدكتور محمد ضوينة يقولون أن هذا الوقت غير كافي لإيصال لصيغة تفاهم مع المجلس العسكري لإنجاح هذه المفاوضات. لم يبقى لي مشاهدين الكرام في هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيفي الكريمين الناشط السياسي السوداني السيد خالد العيسر والمحلل السياسي السوداني أيضا الدكتور محمد ضوينة، شكرا لهما على هذه المشاركة معنا في هذا البرنامج. وصلنا إلى ختام الفقرة الأولى من برنامج في المنتصف، شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. فاصل قصير ونصحبكم إلى جولة الصحافة.